مشاهدينا إلى رحلة جديدة من مترو نقدمها من بلدة كفر دبيان في جبل لبنان. منذ زمن ليس ببعيد كانت أعراس الفلسطينيين تتجهز من جبل عجلون في الأردن ومن حلب ودمشق في سوريا. ربما لم يستطع من نشأ في عصر ما بعد سايكس بيكو والنكبة أن يرى ذلك بأم عينه، لكنه حتما سمع عن ذلك، فكيف لا وما زالت الذاكرة تحن إلى تلك الأيام. هكذا كانت بلاد الشام وهكذا كان حالها. في رحلتنا اليوم نضيء على هوية موسيقية جامعة عبر لقاء يحدث في هذه الأيام في هذه البلدة، حيث يستضيف لبنان شقيقيه فلسطين وسوريا في وحدة وشراكة موسيقية وفنية. جمعية الكمنجات الآتية من رام الله وبشراكة مع جمعية أطفال الصمود تلتقي أطفال المخيمات الفلسطينية لتدربهم وتنمي حسهم وإدراكهم على تراث البلاد وفنها. الموسيقيون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون. اليوم رحلتنا عن الفن الذي يجمع بلاد الشام من خلال هذه التجربة. فأهلا بكم مشاهدينا ولتبدأ الرحلة، ومعنا في المحطة الأولى السيد إياد السيتي. أهلا بك معنا، وأنت مدير جمعية الكمنجاتي، وأيضا السيد نسيم دكور، وأنت موسيقار فلسطيني فنان وملحن ومدرس أيضا للموسيقى في أكاديمية القدس وجامعة بير زيت. أبدأ معك سيد إياد، يعني بالحديث عن جمعية الكمنجاتي الآتية اليوم من رام الله، من هم الكمنجاتي؟ جمعية الكمنجاتي هي مؤسسة فلسطينية أسسها الفنان رمزي إبرادوان في 2002 أثناء دراسته في فرنسا. والآن جمعية الكمنجاتي طبعا عندها 8 مراكز بتعلم فيها موسيقى في برنامج تعليم أكاديمي، 6 في فلسطين و2 في مركزين في برج البراجني وشاتيلا. هدف الجمعية هي هدف عن لبنان، مخيمات فلسطينية في لبنان. نعم. الآن إحنا موجودين في لبنان، طبعا هدف المؤسسي بشكل عام هو تعزيز ثقافة الموسيقى لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال اللي عايشين في الأماكن اللي ظروفها إلى حد ما صعبة. إحنا موجودين اليوم في لبنان زي كل سنة منيجي، وإحنا أصلا عندنا برنامج دائم، يعني خلال على مدار السنة برنامج أكاديمي منهجي بيتم تعليم فيه أكثر من 65 طفل وطفلة وصاروا شباب على طبعا مختلف الآلات الموسيقية ضمن برنامج أكاديمي محدد ومنظم ضمن التعليم الموسيقي الأكاديمي اللي موجود في كل أنحاء العالم. نعم، هناك عمل فني أيضا، حفل فني. نعم. في لبنان يلي المخيم. سأنتقل إليك يعني سيد نسيم، بالحديث عن المخيم الموسيقي السنوي، هي المرة الأولى لك في لبنان صحيح؟ وأنت من ترشيح شمال فلسطين. أنا من ترشيح من شمال فلسطين. نعم، ذهبت إلى مخيم برج البراجنة، هناك جورة ترشيحة هيك بسموها؟ جورة التراشحة. التراشحة، كيف كان اللقاء مع الأطفال ومع أيضا الكبار يعني في المخيم؟ اللقاء كان يعني مفعم بمشاعر مختلطة كتير، مشاعر حلوة وفرح أنه أشوف أولاد بلدي، ومشاعر تاني كتير كانت مشاعر كآبة ومأساوية جدا. يعني أنا لنص ساعة ما قدرت أحكي من الظروف اللي عايشين فيها في المخيم، فالله يعينهن وإن شاء الله بتنحل قصة اللاجئين، مش بس التراشحة، كل اللاجئين الموجودين في المخيم. فلقاء حلو كتير، دخولي للبنان لأول مرة، يعني أنا كنت بحلم أصل كفنان فلسطيني، إحنا عشنا على الفن السوري والفن اللبناني وتعلمنا من الفن السوري واللبناني، وكان حلمي أصل لهالبلد. نعم. فلما دخلت البلد كمان كان عندي مشاعر كتير لحد هلأ، يعني وبطلع على الطبيعة و في أشياء كتير مشتركة. يعني أنا هون بالبلد حاسس حالي في طرشيحة، نفس تضاريسها، نفس الجبل، نفس الشجر، نفس الأكل، نفس يعني. فأنا سعيد جدا. طب يعني أستاذ إياد، بيدرك الأطفال أهمية الموسيقى؟ تلقيهم لهي الدروس وتفاعلهم في يعني فعاليات كهذا المخيم، بيدركوا قديش مهم بالنسبة لهم؟
هم أكيد بيدركوا وتأثيرهم مباشر مش غير مباشر، تأثير ظاهر حتى يعني بشكل يومي. الموسيقى أعطتهم مساحة أكثر في الإبداع وإنهم يعبروا عن نفسهم، وإحنا دائماً بنحكي عن الفنون بشكل عام هي وسيلة من وسائل التعبير والتوثيق وإلى آخره. فيما يتعلق في الموسيقى بعتقد أكثر وسيلة هي للتعبير الجماعي أيضاً، لأنه في عزف وغناء جماعي. الأطفال بحسوا حالهم مميزين، بحسوا حالهم في حدا مهتم فيهم، وخاصة الظروف اللي بيعيشوا فيها في مخيماتنا في نعم. برج البراجم وشتيلا ظروف جدا قاسية، وظروف أعتقد مش أي إنسان بيستطيع يتحملها. فأنه طفل يلجأ للموسيقى أنه يتعلم ويمتهن هاي الفن أو الطريقة في التعبير عن نفسه، هم فعلا بيستخدموا الموسيقى للتعبير عن ذاتهم والخروج من الواقع اللي جدا صعب عليهم، وبالنهاية بيطوروا قدراتهم، بصير عندهم طاقة أكبر للاستمرار في الحياة وفي العمل نحو المستقبل. ودائما نظرتهم بتكون أو صارت لتعلم الموسيقى نظرة أكثر تفاؤلية للمستقبل أكثر من الأطفال اللي ما عندهم الفنون أو ما بيهتموا بالفنون، نظرتهم بتكون أحيانا تشاؤمية. حتى الكبار بدون فنون بيحسوا في التشاؤم. حدثني عن الإرث الثقافي، اكتشاف الإرث الثقافي، لأنه أنا بعرف ببرنامجكم الفني الإرث الثقافي هو يعني بلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، كل هاي المنطقة. حدثني عن اكتشاف الإرث الثقافي بالنسبة لهؤلاء الأطفال. يعني الأطفال هم تلقائياً بيعرفوا أنه الأغاني الشعبية الفلسطينية هي نفسها الأغاني الشعبية اللبنانية ونفسها الأغاني الشعبية السورية والأغاني الشعبية الأردنية. عملياً إحنا بنعيش في بلد واحد وفي ثقافة واحدة وبكل التفاصيل، حتى إحنا يعني اجتماعياً كثير مقربين من بعض في هاي البلاد. لكن بعد فقيد سايكس بيكو في معرض حديثك في البداية هي قسمت هاي البلاد، ولكن مهما قسموا جغرافيا بس الإنسان بيضل يعني بداخله الإرث هذا الثقافي. والفن بالمناسبة الإرث الفني هو من أهم مظاهر يعني الإرث الثقافي، هذا أهم مظاهر وحدة هاي المجتمعات. فالأطفال لما يغنوا أغاني شعبية فلسطينية أو سورية بيحسوا حالهم هم عرب فلسطينيين سوريين لبنانيين، ما بيحسوا بالغربة. هذا الإرث الثقافي اللي كمان بيحملوه بيعملهم نهج تفكير وبنطيهم كمان طريق للمستقبل انهم يعني يكونوا جزء من يعني من الناس اللي بيسعوا لوحده هاي المناطق، وبكون عندهم حلم دائما تلقائيا ثقافيا، بيكون عندهم حلم ان هاي البلاد ترجع تتوحد زي ما احنا جيلنا بنعرف هاي التفاصيل. فهم الاطفال هذول كمان بيكبروا على انه نعم احنا ابناء بلاد الشام، احنا ابناء العروبه الواحده. هذا اللي بدي احكي عنه، جيلك عاصر الى حد ما كون وجود والدك او في حقبه تاريخيه معينه شدنا عليها، بس الطفل الفلسطيني اللي ملاقي حاله في لبنان قد ايه ممكن يتصالح مع فكره انه نحن بالفعل كبلاد الشام ارض واحده بيجمعنا التاريخ، بيجمعنا الارث الثقافي والفني؟ كيف هو بشكل عام الانسان لازم يكون دائما صاحب قضيه. الأطفال اللي موجودين معنا أو في مخيمات شتيلا وبرج البراجني هم بالنهاية أصحاب قضية، وقضيتهم مش بس قضية فلسطينية، هي أيضا قضية ثقافية عربية. لازم إحنا دائما نعلم أطفالنا إنه هاي البلاد هي بلادكم، وهاي الدول اللي حاليا موجودة كدول هي أصلا بالأساس كانت وحدة واحدة، دولة واحدة، شعوب واحدة. فلذلك هاي جزء لا يتجزأ من ثقافتهم للمستقبل ومن تمسكهم في قضيتهم كفلسطينيين وكعرب وكبلاد الشام. خليني يكون أوضح، يعني هل نعم. يمكن للطفل أن يتصالح مع هذا يعني هذه الفكرة أو هذا الحلم أنه أنت بالأساس واحد وهو يعني قاعد عم بيشوف شيء تاني؟ هو الطفل ممكن عبر الفن؟ أنا برأيي نعم، والإنسان بشكل عام صاحب قضية، وهذول الأطفال هم كمان أصحاب قضية تلقائيا، ولدوا هم أصحاب قضية، هم فلسطينيين وعايشين في مخيمات الشتات، وكل إنسان فلسطيني في المخيمات بيسعى إنه يشوف السوري أخوه، يشوف اللبناني أخوه، يشوف كل عربي أخوه. فبالتالي لما يغني هو للسوري أو يغني لللبناني أو يغني تراث فلسطيني، يعني بحكي عن التراث بشكل عام والفن،
بيشعر حاله كمان انه جزء من هاي القضيه اللي هي قضيه العالم العربي، اللي هي قضيه بلاد الشام، قضيه الفلسطيني اللي احتلت ارضه وتشرد وهو موجود في مخيمات الشتات. فمهم كثير، واعتقد انه بيساهم الغناء الفني بيساهم في انه الطفل كمان يحمل قضيته ويستمر فيها يعني لاولاده. ما احنا نفس الشيء، احنا يعني انا والدي كان يشتغل، كان مثلا يجي، او سيدي كان يبيع بطيخ، كان عايش في جنين يعني بعد 48 ويجي يبيع بطيخ في بيروت، فكانت بالنسبه له بيروت يعني زيها زي رام الله. فانا هذا الحكي ما شفته وانا باجي على بيروت. هي الاغاني انعكاس للحاله الاجتماعيه وايضا الاقتصاديه. بالضبط. فبالتالي هو لما يحمل اغنيه ويغني اغنيه لبنانيه مهما يجرح بلدنا زكي نصيف، او يغني لوديع الصافي، او يغني لفيروز لرحابني، بالتالي هو عمليا بحس حاله هو شامي يعني من بلاد الشام، هو فلسطيني هلا بيشعر بالظلم بحكم وجوده في هذا المخيم وفي هاي المساحه الضيقه جدا اللي ما بتعطيه كمان يعني امل للمستقبل. فالموسيقى لا بالعكس بتساعده على انه هو يحمل قضيه ويصير عنده امل وكمان وسيله فرح. الموسيقى يعني الفن والاغاني بتخلي الحدود يعني تتلاشى. بدي استمع لرايك حول هذه النقطه. الموسيقى ما لها حدود، يعني اللي عم بيصير في لبنان عم بسمعه في فلسطين، واللي عم بيصير في سوريا عم بسمعه من ناحيه فن، وانا متواصل في ناس ما شوفهاش يعني ما التقيت فيها، بس انا بتواصل وبعرف هاي يعني الفنانين ايش بتعمل وايش يعني حياتها والمضامين من خلال الفن اللي انا بمارسه انا في تواصل مع العالم العربي اجمع. فكيف بالتالي الأطفال اللي إحنا عم نوصلهن الرسالة، الفن اللي عم بيقدموه فن سوري وفن لبناني وفن فلسطيني، وفي فن محلي، في أشياء اللي إحنا بنكتبها اليوم جديدة اللي هي ألحان محلية وهم بيكتبوا ألحان محلية. فالطفل اللي موجود معي هو عمليا من خلال الفن هو طلع من المحل اللي هو موجود فيه، طلع بتطلع عليهم مسرورين مكيفين. فالفن بتعطيهن يعني الفن شو بيعطيه ثقة وتفاؤل بهالحياة، إنه بعد في شيء كتير منيح بهالحياة عشانه إحنا. فاللي يعني اللي أنا بشوف إنه عن طريق الفن أوكي ممكن تكون الرسالة الأدي كتير كتير قوية، وإحنا عم نشوفها. وردوا أنتم موجودين اليوم، ليه موجودين أنتم معنا اليوم؟ جايين تغطوا خبر صح؟ جايين تغطوهن. لو ما في فن او كذا كنتوا ما كنتوا موجودين. طيب كيف كان يعني تفاعلك مع الموسيقيين اللبنانيين والسوريين؟ الموسيقى هي لغه عالميه. يعني بحال ما احنا وجدنا في غرفه بنبدا نعزف. مش بالضروره اكون اعرفه انا او صاحب الي، احنا اصحاب في العمل وبالفن. بس غير يعني لما فلسطيني يعزف مع سوري ولبناني غير انه يعزف مع اوروبي او امريكي. لا واضح لإلي، ما في احساس شعور اخر يعني. انا مشاعري انه معي، انا ما كنتش عارف انه القد معنا فنانين سوريين، معنا فنانين لبنانيين، واحنا جايين من فلسطين. وبالاستراحات يعني في حديث موسيقي وحديث سياسي وحديث اجتماعي، اكيد التواصل وال يعني قلبه الواحد بحس انه معاه، يعني احنا مع بعض. في شيء انحكى بهيدا المخيم اثر فيك؟ يعني بتحب تشاركنا فيه؟ انا شو عم بيصير بسوريا؟ عم نحكي احنا شو بيصير بسوريا؟ شو بيصير عم بيصير بالعالم العربي؟ يعني عم بسمعه من اللي عايشينه. ما في صورة شوي جديدة اللي احنا ما يعني احنا بنشوف بالإعلام، بس في أشياء اللي احنا ما بنعرفها للأسف أثرت فيه كتير كتير. يعني في معلومات اللي عرفناها للأسف. يعني فإحنا مع سوريا، احنا مع الشعب السوري، مش مهم مين، احنا مع الشعب. إنها ترجع سوريا، إن نشوف سوريا واقفة على رجليها ويرجع الفن السوري والمشهد الثقافي في سوريا يرجع زي ما كان، وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل محل. بحب خبرك نحن اليوم بسوريا بحال أفضل بكثير من كل السنوات الماضية يلي مرت. في حفلات بقلعة دمشق وقلعة حلب وكل قلاع سوريا. بس بصرني طبعا يعني. أكيد لا هيك كرمال نخبر المشاهدين كمان طبعاً. يعني أكيد. بدك تعلق، أنا بعرفك إياد.
أنا كثير مبسوط يعني حالياً إنه الحمد لله سوريا بدأت تتعافى، وبنتمنى إنه عن جد سوريا ترجع هي منارة الفن، وهي بعدها منارة الفن، أفضل فنانين أفضل مبدعين تقريباً يعني في عالمنا العربي هم طلعوا من سوريا، سواء في التلفزيون والمسرح. إحنا ربينا على مسرحيات دويد لحام وعلى الفن السوري، وربينا على أغاني سورية لكل الفنانين السوريين والموسيقيين السوريين كلهم بشكل عام. ما رح أذكر حدا حتى إنه، ولكن أنا متفائل كثير إنه إحنا المستقبل إلنا رح يكون أفضل، وبتأمل إنه إحنا دائما نتواصل بيننا وبين إخواننا وأهلنا في سوريا وفي لبنان وبالأردن وكل عالمنا العربي الجميل. نحن بنتمنى كمان هذا الشيء، والمخيم اليوم وغير فعاليات أيضا يعني خير دليل على هذه الجسور اللي ستبقى موجودة رغم الحدود ورغم سايكس بيكو والنكبة وأي شيء حدث في هذه المنطقة. شكرا لك إياد ستيتي مدير جمعية الكمانجاتي، وأيضا نسيم دكور وأنت موسيقار فلسطيني. مشاهدينا إلى هنا تكون قد انتهت المحطة الأولى في مترو، ننتقل إلى المحطة التالية.
من جديد مشاهدينا، الرحلة مستمرة ونلتقي في هذه المحطة السيدة مها علمي، وأنت متطوعة في شأن العلاقات العامة والتمويل لجمعية الكمنجاتي. أهلا بك معنا على متن مترو، وأيضا معنا منسقة جمعية الكمنجاتي في لبنان نور أبو ريا. أهلا بك معنا نور. في هذه المحطة نبدأ الحديث عن الجمعية ومؤسس الجمعية السيد رمزي أبو رضوان. يعني رمزي أبو رضوان له صورة شهيرة جدا، وهي في يعني جراء الانتفاضة الأولى يرمي بالحجارة. هو طفل حجارة، ابن مخيم فلسطيني، وأنشأ هذه الجمعية في 500 تلميذ اليوم في فلسطين، وأيضا فوق 60 تلميذ في لبنان. يعني حدثينا أكثر عن رمزي. رمزي مثل ما انت قلت هلا، كان بال87، كان عمره شي 8 سنين وقتها عم يرمي الحجارة، ومعظم اصحابه انقتلوا وانحبسوا وهو انحبس كتير، بس كان كتير يحب الموسيقى، وطبعا ما عنده مجال ولا حلم للموسيقى، لحد ما صار عمره 16 سنة حدا عرف عنه وبعتوه على فرنسا وعطوه فرصة المجال يدرس موسيقى، ودرس لعشر سنين. بس بعدين هو كان بيقدر يبقى هونيك يعني وينشهر هونيك، بس كان حابب انه يعطي مجال وفرصة للشعب تبعه، خصوصا من المخيمات الفلسطينية بفلسطين. بقى رجع وصار وبلش بالحلم تبعه، لحد هلأ صار عمره شي 38 سنة وعنده 500 تلميذ كله من المخيمات. انت كيف تعرفتي عليه وقررتي تشتغلي معه؟ قلك اكثر من 10 سنين صح؟ ايه تعرفنا ثاقبت، كانت اول مرة قدر يجي على لبنان، وتعرفنا بالصدفة هون، ويعني حبيت هالقد لقيت شو مهم شو عم بيشتغلوا، وهو كان عنده ثقة فيي لنبلش نأسس بلبنان كتأسيس كمؤسسة. بقى بلشنا مع بعض عم نشتغل على هالشي، ومع الوقت كمان أنا مشان ساكنة بين بيروت ومزبوط، بقى كمان هنيك بنحاول نعمل كونسرتس كتير هنيك، وأهميتها إنه بس تيصير في حفل الموسيقى كتير ناس يلي ما بيعرفوا عن فلسطين ممكن يكون انتماء للكنيسة ويكون الحفلة بالكنيسة، بقى بيجوا مشان هن أعضاء الكنيسة، بس وقتها يعرفوا عن فلسطين من خلال الموسيقى بيصيروا بيتشجعوا وبدهم يروحوا يزوروا فلسطين. بقى هيدا كتير بلاقي كتير كتير مهمة هيدا الشيء، يعني بقى عم يحكوا عن المقاومة وعن الاحتلال من خلال الموسيقى. يعني سنتحدث أكثر عن دورك في الجمعية وكل العمل اللي بتقومي فيه، كان في نيويورك أو في بيروت، ولكن دعيني أنتقل إلى نور. نور، أنت منسقة الجمعية في لبنان، بس أنت كنت تلميذة طالبة، كيف هيك صار؟ أنا بلشت من الأول، أنا بلشت بال 2010 مع الكمنجاتي، يعني صار لي تقريبا 8 سنين، فتخرجت بس ما صح لي اشتغل بالمجال عملي. فبعدين انا بحب الكمنجات كتير، وهي كانت فرصه لإلي انه انا اثبت حالي بشيء انا بحبه اللي هو بالموسيقى. انا بعزف عود، فمن سنه تقريبا بلشت تريننج مع المنسقه الجمعيه القديمه، وبعدين اثبت حالي شوي شوي، وهلا انا الحمد لله يعني ماشي الحال وماسك المشروع. قد ايه بتحسي بالطلاب بما انك انت طالبه؟ ايه كثير كثير، انا متحيزه للطلاب بالاخر يعني، فحيالله شيء هن بدهم اياه انا بدون ما هن يطلبوا انا بعرف شو هن بحبوا. مثل شو؟ مثلا بالحفلات، مثلا انه شو بفضلوا الاشياء اللي هن بيحتاجوها، انا بوفر لهم كل شيء بدون ما هن يطلبوا. قد ايه مهم الخطوه يلي كانت عم تحكي عنها، انه كانت طالبه هلا صارت تشتغل بالجمعيه؟ بالضبط، ومش بس هيك يعني، كمان قديش رمزي بالنسبه لإله قديش مهم الاستمراريه بغيابه. يعني حتى مره هلا تذكرت كان عم نحكي على التليفون وقتها كانوا عم يجربوا يروحوا على القدس، والاسرائيليه عم كثير 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 كان قريب ما يقوصوه، بس قال لي عم جازف مشان في كونسرت وما بده يكونوا مشتركين فيه وجازف بهالشيء. قلت له اذا ما خايف على حالك مش خايف شو بيصير بالكمنجاتي؟ سكت.
قال لي من هلا بس فيك توعديني شغله، اذا بيصير لي شيء استمراريه تضلك انت مع الكمانجاتي وعم تشتغلي نفس الطريقه بغيابه يعني. وهلا ما قدر يجي على لبنان، بس بغيابه عم بيصير الكونسرت، وان شاء الله بيكون كمان كونسرت منيح يعني، ان شاء الله احتفال منيح. بتقديرك مها يعني وجود جمعيه كجمعيه الكمانجاتي في لبنان قد ايه بيساهم بايصال الفن الفلسطيني اللي اساسا يعني هو مرتبط بالفن بالمنطقه، يعني عم نحكي بلاد الشام، سوريا، فلسطين، لبنان، كل المنطقه مرتبطه ببعضها، قد ايه مهم هذا الشيء؟ هلا طبعا مهم، بكفي هلا تلاميذ، في تلاميذ يعني في سوريه مع الكمانجاتي، في شوي لبنانيه، مش ضروري كله بس يكونوا فلسطينيه، بس مشان وضعهم بالمخيم مثل ما بتعرف انه ممنوع يشتغلوا اهلهم، بقى على القليل عم بخلوهم يطلعوا من هال، يكون عندهم شويه حلم للمستقبل يعني. بقى هيدي هي، والاغاني كلها يلي بغنوها مش ضروري بس اغاني فلسطينيه، عم بغنوا اغاني لفيروز، اغاني عربيه كمان يعني. بقى نور شو رايك؟ شو رايك هلا صار في لقاء مع موسيقيين سوريين ولبنانيين وانتم فلسطينيين بطبيعه الحال؟ صح، يعني هذا الموضوع مهم كثير بالنسبه لنا، انه بيجمع كل الثقافات مع بعضها وبيجمعنا كلياتنا، وهذا دليل انه نحن ايد واحده بنشتغل بمشروع واحد، مش مهم يعني شو ما كانت الجنسيه تكون، فهذا بالعكس كثير مهم وبيعكس صوره الكمانجاتي اللي نحن بنحب نفرجيها للعالم. مها كيف بيتم التمويل؟ يعني انت مسؤوله عن هذا الموضوع؟ يعني انا مسؤوله من جزئيا، بيجي من مؤسسه التعاون هون بلبنان بتمول، مؤسسه القطان الاوروبيه كثير بيمولوا، كثير وكمان اشخاص بيمولوا بالداخل وبالخارج، يعني اول ما يعرفوا عن أهمية المشروع، يعني في كتير ناس هن منهم لحالهم، أنا يعني في منهم عرفت، رمزي عرفته على وحدة ست أمريكية هي لحقتني كيف بيها تساعد يعني وتمول مشاريع للكمانجاتي. يعني أنت شو خلاك تتطوعي؟ أهمية التلاميذ يعني يكونوا من جوهم يلي هن عايشين فيه ليعملوا شيء هالقد بهم، يعني الموسيقى بتروقهم وبتطلعهم من الأجواء، بدل ما الواحد يصير تعصب أو اكتئاب أو وكمان يصير في أمل. وبعدين مش بس يلي عم يتدربوا موسيقى، مش بس ضروري يصيروا موسيقيين بالمستقبل، ممكن يصيروا يشتغلوا شغل تاني، بس الموسيقى بتوعي العقل، بتخليهم يصيروا أذكى، هيدا معروفة يعني ساينتيفيكلي معروفة علميا. هلا في بنت مثلا طفلة عمرها 9 سنين عم بتقلي أنا كتير حابة أصير طبيبة وبس كمان حابة كفي موسيقى، قلت لها فيك تجربي تعملي الاثنين إذا بتعملي هيدا، قالت لي بس أنا أبوي ما قادر يشتغل يعني هون، ما معنا مصاري يعني، لازم بركة نجمع $500 ونعيش بأمريكا لنقدر نشتغل لأقدر صير طبيبة، مشان بلبنان الدولة اللبنانية ما بتسمح للفلسطينية يشتغلوا يعني. بقى مع الأسف نور بدي أختم المحطة معك، يعني أهمية الموسيقى ومشروع كمانجاتي بحياتك من 8 سنين لهلأ؟ المشروع مهم كتير بالنسبة لي، هلأ صار جزء من حياتي فينا نقول، وأنا بهمني كتير بشتغل مع الأولاد، بهمني إنه هني ينبسطوا ويكونوا مبسوطين، يعبروا عن حالهم من خلال الموسيقى، الناس تشوف صورة الفلسطينية المضبوطة يعني داخل المخيمات، أنا عايشة بالمخيم، تشوف الصورة المضبوطة للفلسطينية، ونحن كتير عم نشدد على هذا الموضوع من خلال الحفلات اللي بنعملها جوات المخيم وبرات المخيم، فالناس بلشت شوي تغير عن صورة الفلسطينية اللي عايشين بقلب المخيم، يمكن الناس بتخاف من هذا الموضوع. أنت غيرت الموسيقى حياتي؟ طبعا غيرت حياتي، هاي يعني صرت منسقة المشروع. ايه ف على الصعيد النفسي مهم. يعني على الصعيد النفسي اكيد الموسيقى يعني هي كانت اذا بدك باب انه انا اطلع من جو المخيم شوي، اعبر عن حالي، اعزف الاغاني اللي انا بدي اياها، انا بحبها، ف ايه غيرت كثير، ساعدتني كثير بقصه التعبير عن حالي.
شكرا لك منسقة جمعية الكمنجاتي في لبنان نور أبو ريا، وأيضا لك مها علمي وأنت متطوعة في شأن العلاقات العامة والتمويل في جمعية الكمنجاتي. مشاهدينا إلى المحطة التالية. بكم من جديد مشاهدينا، الرحلة مستمرة ونلتقي فيها مع كندا رشيد وأنت موسيقية سورية. أهلا بك معنا على متن المترو، وأيضا علي عبدو وأنت موسيقي سوري أستاذ على التشيلو بيانو وقانون، وأنت أستاذة على الكمان. أهلا بكما على متن المترو. أبدأ معك علي، يعني بالحديث عن التراث الفني لبلاد الشام، كيف يمكن الحديث عنه؟ هل هو فعلا ما زال واحد ومتماسك والنظرة واحدة له من قبل الجميع؟ هلا اكيد بشكل عام اكيد موجود، كله موجود مع بعض، يعني ما فينا نقول قصص ثانية. يعني كل الموسيقى موجود، الموسيقى العربية كلها موسيقى عربية بتمثلنا نحن كأشخاص عرب، يلي كل الأجانب عم يجوا لعنا عم يتعلموا هي القصة، عم يتعلموا المقامات العربية، وهذا شيء كثير نحن بدنا نحافظ عليه وبدنا نشتغل عليه أكثر. بس بشكل عام كثير هلا موجي، وخصوصا بعد غياب طويل 5-6 سنين هلا رجعت من جديد باقوى، وهذا الشيء اللي بفائلنا صار، وخصوصا انا عم بحكي كتلاميذ صغار. يعني بدنا نذكر انه انتم بتعلموا التلاميذ، تلاميذ جمعيه الكمنجاتي في لبنان، الموسيقى على مدار السنه، يعني وجودكم لا يقتصر فقط على هذا المخيم. إيه أكيد الموسيقي. طيب كيف تجربتكم مع الاطفال كندا؟ أول شيء بدك تدوقي من الفن لحتى تفوتي بحياتهم، يعني أنت ما تكوني أنسة موسيقى وأستاذ، بدك تتدخلي بكل شيء من طريقة حكيهم لطريقة تعاملهم مع آلاتهم الموسيقية لطريقة تعاملهم معنا، أو حتى كلياقة ولباقة بالمجتمع. فإحنا صرنا جزء كبير، يعني أهاليهم بنعرفهم، نعم بيعملوا اجتماعات وبيسألونا، نعطيهم آراءنا، بنخبرهم شو صار معنا كل السنة، ومساوي امتحانات منقيم. عم يتعلموا منا كيف الحياة برا، عم يجوا على المخيم لهون بيتنفسوا وفعلا بيتغيروا. المخيم الموسيقي قصدك؟ يعني هاي سامر كامب اللي بيصير بالصيف. نحن طلابنا بيطلعوا من المخيم بيجوا على المكان الجديد، فيه طبيعة، فيه هواء نقي، فيه نحن، فيهن هني، وفيهن أساتذة كمان من
من الوطن العربي فيك تحكي. هي خصوصا سوريا لبنان وفلسطين اليوم. طيب لبنان مشاركة أساسية لأنه ضامن كل هالبلاد 100%. طيب يعني علي في سؤال بيطرح نفسه إنه ليش التعليم يعني هي سائبت بس إنه لا الأطفال الفلسطينيين مش السوري كمان اليوم في مخيمات للسوريين في لبنان. هلا هي القصة إنه الكمانجاتي متخصص بالفلسطينيين بس هلا بس في بقى جمعيات أكيد عم بيعلموا كلها موسيقى طبعا كتير بتساعد لرياحة النفس خصوصا الضغوط اللي عايشينها او حتى المناطق اللي عايشين فيها. بتعرفي انت بسوريا شو صار اكيد صار في كتير اشياء لهيك هذا السبب كتير خلى انه لا بتصير في الموسيقى بتساعد اكتر. ومثل ما حكيت كندا ما بدي زيد عليها يعني. بالمخيم في كتير تفاصيل جوا نحن كتير عم نعلمهم اشياء بعيد عن الموسيقى اكتر من الموسيقى. شو دفعكم ل يعني تكونوا جزء من جمعية الكمانجاتي؟ بدي استمع للاثنين يعني انتوا كمان عشتوا بسوريا في ازمة بسوريا اليوم. تفضل علي. هلا اول شيء انا الفلسطينيه بالنسبه لي بتعرفي انت بسوريا انه نحن اخوه ما كنا نفرق بين اثنين. انا لا وقت بشوفهم عم يحكوا بحسهم كانوا منا بسوريا بيذكروني بالفلسطينيين الموجودين يلي بيعملنا محسنين الا سوريين. وهذا الشيء اللي خلاني بالعكس اشتغل معهم اكثر واكثر وهني بيحببوكي بحالي. كنت شو رايك يعني كبرنا او كنا حتى صغار ما في تفرقه بين انت شو من وين وشو دينك. ولما صارت عنا حرب كمان لما جينا على لبنان بدنا نكون عايشين نفس الأجواء. تروحي لنفس الشيء اللي بيرجعك لإلك لنفسيتك. فنحن نعتبر أنه مثل ما درسنا بلاد الشام ما في تفرقة. أنا أمي لبنانية وبي سوري وفلسطين بحسها بلدنا الثالث. يعني نحن بلاد الشام لازم يكون بلد مجتمع بالموسيقى أتيست بالفن. أنا بدي نوه إنه نحنا قاعدين بمكان بيطل على شارع عام لهيك عم نسمع الأصوات. بدي أذكر إنه أنت بنت السويداء السورية جنوب سوريا يعني قريبين جدا من فلسطين وأنت ابن السلامية اللي هي طلعت مناضلين السوريين من أجل قضية فلسطين يعني. مزبوط. طيب بدي أرجع لحديثنا عن الفن ويعني الإرث الفني والثقافي لمنطقة بلاد الشام. كندا برأيك قد ايه بيكون حاضر بشكل أكبر خلال الأزمات؟ يعني قد ايه نحن صرنا متمسكين فيه لأنه نحن بأزمات. كل واحد منا لما يوصل لوعي بعد ما يدرس بعد ما يتعلم بصير بده ينشر بده يتعلم بده يعلم اللي عاد تعلمه. عرفتكي كلنا بدنا نترك إرث ورانا. في ناس بتتزوج بتجيب ولد. فنانين بيحاولوا ينشروا رسالتهم لحدا غيرهم إذا هني بيعرفوا شيء يعلموه. عرفتي كيف؟ بنعطي من قلبنا وبدنا يضل هاي الارث مثل الكبار اللي بيعلمونا. نحن بدنا نعطي الصغار وهيك بتستمر وكل الصغار رح يكبروا وطلابنا حيصيروا هن الاساس يعني هيك. نعم كندا انتقل اليك علي. يعني نتحدث عن مدى وجود واهميه الارث الفني والثقافي للشعوب خصوصا في زمن الانقسامات والازمات. هلا اكيد لا تنسي انه الازمات كثير بتاثر على الشعب بتأثر عليه وبتطلع مواهب كانت مدفونة وهي أهم شيء. بتصير تطلع مواهب جديدة وتعطي طعم جديد للحياة وكل شيء تعلم بصير في تطوير وتشديد طبعاً للتراث بصير ينعطى فيه أكتر 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 ينعطى زخم أكتر وخصوصا من عنصر الشباب. لما بصير عنصر الشباب انتقل لمرحلة تانية يعني غصب عنه انتقل إلى بتعرفي يعني أكيد الحروبات بتأثر كتير خصوصا بتعرفي بسوريا نحن كتير تأثرنا وبالعكس أعطانا طاقة إيجابية أكتر لنعطي أكثر لنفرجي أن سوريا أحلى وأحلى مثل ما هني عم فرجوا فلسطين أحلى وأحلى. صحيح. يعني ربما الفن يولد من قلب الأزمات وقلب الحروب. طيب كندا بالحديث عن الأطفال كيف بيتفاعل الأطفال مع التراث؟ يعني هني عم بيغنوا أغاني قديمة شوي يمكن بطلنا نستعمل الكلمات اللي موجودة بالأغاني. كيف بيتفاعلوا؟ هلا اللي بدك تلاحظيه دايما بأطفال المخيمات الفلسطينية إنه القومية ما عم تموت من لما يولدوا عم بيتربوا على مين فلسطين كيف كانت أجدادهم عايشة وين بلدهم كم سنة إلى منكوبة. عرفتي حتى اللغات بيركزوا عليها الأستاذ بيتعب معهم بالأوركسترا والغناء لحتى يفهمون معاني الكلام ويشرح لهم إياها بقصة ويرجع يعلمهم إياها غناية. عرفتي كيف فهيك حس القومية ما بيموت حتى الأجيال الجديدة وأصغر الطلاب عنا هني
full of life هيك حيويين وبدهم يعطوا كل شيء عندهم وفهمانين مين هي بلدهم. قصدك القومية ونحن يوما بالتراث يعني تنمية القومية والحس الأرض حب الأرض بالتراث. يعني طبعا أرض لون لون أرض فلسطين مثل نفس لون التراب اللي هون مثل نفس لون تراب السويدة. فنحن يوما ما بتمنى أنه سوريا تخلص الأزمة فيها طبعا من كلياتنا بس عارفين أنه هالشي اللي عايشينه يوما ما يمكن أطفالنا نعيش نفس التجربة اللي عم بيعيشوها الفلسطينية رفتكي. فهلا هالموسيقى هي دواء دايما الفن هو بأشد حالات الحزن أنت بيطلع معك فن بيطلع معك فن نقي كمان علما أنه سوريا عم تخرج من أزمتها بالوقت الراهن. بدي انتقل على موضوع التراث والإرث الفني وجوده اليوم منلاحظ مثل ما أنت قلت أكبر ربما بسبب الأزمات بس كمان في سبب أنا بشكل شخصي بآمن في وجود السوشيال ميديا. يعني صرنا نستمع لأغاني تراثية وفنية قديمة من فلسطين ومن لبنان ومن سوريا بطرق وسبل يعني أكبر وأكثر. صح صح وهي طريق لا تنسي أنه طريقة إعلان مجانية هلا متواجدة وصار الشعب كله في يشوفها. يعني حتى اللي ما عندهم هيك أشخاص صار بيشوفها من حدا من أصحابه يعني. وهي الشغلة اللي كتير مهمة يعني عرفت على موسيقات جديدة وصار في تطور لهي الموسيقات صار ينعمل لها أشياء جديدة يعني زاد لها موسيقى جديدة تركب لها إش... صارت حتى بتلبق لهذا العصر اللي نحن فيه. لهيك بعدها موجودة وبعدها عم تنحفظ. ومثل ما حكيت كندا الفلسطيني بيتميزوا بقصة وحدة اللغة العربية اللي كتير مثل نحن بسوريا كتير منرس على اللغة العربية وهني نفس القصة في تفاصيل ما بيعرفوا في احيانا انا بسالهم هني انا ما بعرفها انا ما بعرفها في لهم مصطلحات إلهم يعني مثل ما أننا نحن بالشام ولا بسوريا في إنه مصطلحات خاصه فينا يعني هي القصص كثير كثير بتقويهم للتلاميذ وبيحبوا يعرفوا وبيحبوا فلسطين مثل ما نحن بنحب سوريا. كندا بدي تحكي لي عن الشراكه اليوم بين فلسطين وسوريا في لبنان بقلب هذا المخيم كيف كان التفاعل؟ تمازج ذكريات أول شيء بدنا نتعرف على بعض اللي بيعرفوا بعض بيتواصلوا أكتر كمان وبيعيشوا ذكريات جديدة. آخر شيء رح تنسي أنت من أي بلد رح نتعامل مع بعض كناس كإنسان إنسان وإنسان هيك بنتعرف على بعض بنتبادل موسيقى بعض. لليوم إنه اثنين من الفنانين الفلسطينيين سمعوني شيء من تراثهم أول مرة بسمعه فهاي الشيء كمان مش بس حلو للأطفال حلو لألنا تجربة طبعا. بنهاية هاي الحلقة بدي أترك الكلمة الأخيرة إلك علي وإلك كندا ببلش معك. هلا أول شيء بنتشكركم كتير على استضافتكم إنا وجيتكم لعنا على التخييم وكتير مبسوطين نحن بالأشياء اللي عم نعملها وعم نفتخر فيها أكتر وأكتر من كونسرت لكونسرت من حفلة لحفلة من مهرجان لمهرجان وهذا الشيء اللي مبسوطين منه. إن شاء الله نكون قد المسؤولية. أنا بتمنى أنه المشروع يضل مستمر وما يضل ولا طفل بالمخيم إلا ما يعرف وين مركز الكمنجاتي ببيت أطفال الصمود ويجي يسجل السنة الجاي ونكتر وتمتزج ثقافاتنا. وشكراً لكم. شكراً لك يا كندا رشيد أنت موسيقية سورية وأستاذة في جمعية الكمنجاتي وأيضاً لك علي عبدو موسيقي سوري وأيضاً أستاذ في جمعية الكمنجاتي. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرحلة ابقوا بخير واللقاء مستمر ومتجدد ودائماً عبر مترو.